أيها الحفل الكريم، متابعين الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير وبركة ومحبة وترحيب. نحييكم يا من تتابعون، نحييكم يا من تراقبون القناة السعودية الرياضية والقنوات المصاحبة لنقل هذا الحدث، لنقل هذا العرس التراثي الكبير. نحييكم يا من تشاهدون وتتواجدون وترون بالعين المجردة هنا على أرضية ميدان الطائف عروس المصايف ضمن هذا المهرجان، مهرجان ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله من كل شر ومكروه في هذا الانطلاق، ضمن انطلاقاتنا وتحدياتنا في هذا المهرجان في هذا اليوم، يوم السبت الرابع من شهر سبتمبر لعام 2021. وصلنا بحضراتكم لانطلاقة يومنا الثالث وانطلاقة سن اللقاية، وصلنا بحضراتكم بانطلاقة الشوط الثالث عشر وانطلاقات الشعارات المميزة الباحثة عن الانتصار وعن النوماس الغالي. ننطلق متابعين الكرام بحضراتكم مباشرة إلى المركز الأول، إلى مقدمة الشوط. هنا غزوة من تنطلق بالانطلاق الأول، وعبد الله بن مسفر بن علي بن سفران المري ينطلق على صدارة الشوط وعلى المركز الأول، بينما ثاني المراكز الوصول والقدوم من الفهدة وأحمد بن فهد بن حمدان البلوي ينطلق وينطلقون أبناء ميدان تبوك على المركز الثاني، بينما ثالث المراكز الوصول من الطيارة وعبيد بن سالم بن محمد الفهيدة المري ينطلق على ثالث المراكز، رابع الوصول ورابع القدوم. متابعين الكرام، هنا نوف ومحمد بن علي بن حمد الفهيدة المري ينطلق على المركز الرابع، خامس المراكز وخامس الوصول على المركز الخامس. متابعين الكرام، هنا جوان وعلي بن ناصر بن جابر الغفراني المري. متابعين الكرام، انتصفت المسافة وأذعنا بحضرتكم الخمس الشعارات المتقدمة، الخمس الأسماء، الخمس النجوم اللامعة المنطلقة على مقدمة الشوط. ولكن نعود بحضراتكم، نعود إلى هنالك إلى المركز الأول من حيث بدأنا. هنالك غزو وانطلاقة عبد الله بن مسفر بن علي بن سفران المري من ينطلق بشعاره على المركز الأول، ولكن الوصول والقدوم من الطيارة وحذاري من هذا الاسم، وعبيد بن سالم بن محمد الفهيدة المري ينطلق مع المركز الثاني، ولكن الدخول والتغيرات من المركز الثالث كأول نداء في هذا المركز. هنا جوان ومالك جوان علي بن ناصر بن جابر الغفراني المري على المركز الثالث، ونرى الوصول على المركز الرابع. متابعينا الكرام، وصل هذا الشعار الأصفر. هنا سالم بن عطيت الله بن سالم الكعيكي يقدم لنا جوري على المركز الرابع وخامس الوصول وخامس المراكز. متابعينا الكرام، أيضا مدد
بشعر خالد بن سعد بن بادي المقاطي العتيبي النداء الثاني عند لائحة الكيلومتر الأخير الكيلو متر الخطير المثير للجماهير والمتابعين والملاك والمضمرين والمسايرين. الله يا سلام. ولكن الله يا هذا التغيرات، الله يا هذه الانطلاقات. جوان وعلي بن ناصر بن جابر الغفراني المري ينطلق بأمالي أبناء ميدان السيح، بأمالي أبناء ميدان الجزيرة. ولكن الله 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 الشعارات معاني أول الواصلات معاني تريد تحقيق الأماني. ولكن الجانب الآخر الدخول من شعر صالح بن علي بن سعيد البريسي المري والشعارات والتدخلات السريعة. يا سلام بهذا الشعار مشتاقة، وحمد بن محمد بن علي البطين مشتاقة للنماس الغالي، مشتاقة للانتصار، مشتاقة للانتصار والنماس الغالي هنا على أرضيتي ميدان الطائف عروس المصايف وضمن هذا المهرجان الغالي. الله يا سلام مشتاقة ومالك مشتاقة. حمد بن محمد بن علي البطين ينتزع هذا الشوط بكل قوة وبكل استحقاق. تهانينا والنماس لمالك مشتاقة من قدم لنا هذه البطلة بهذا الشكل المميز وبهذا الشعار الفسفوري. تهانينا لك والنماس يا مالك مشتاقة على هذا الانتصار. حمد بن محمد بن علي البطين المري قدم لنا شعاره منتزعا بطلا لهذا الشوط. تهانينا لك والنماس. ثاني المراكز وصلت الغيروان بشعار صالح بن علي بن سعيد البريس المري. ثالث المراكز معاني وعبد الله بن سعد بن طالب ألف هيدا المري متابعين الكرام. رابع المراكز وخامس المراكز متابعين الأعزاء مشاهدين الكرام. الأسماء والدخول كان جماعي وسريع مشاهدين الكرام. ها هنا الإعادة والإفادة للمراكز الأولى ولمشتاقة وحمد بن محمد بن علي البطين المري من قدم لنا هذه البطلة منتزعة لهذا الشوط. تهانينا لك والنماس يا مالك مشتاقة على هذا الانتصار وقاطعة مسافة 4 كيلومترات 6:27 و66 جزءا من الثانية. ثاني المراكز الغيروان وصالح بن سعيد البريسي المري 6:28.18 جزءا من الثانية. ثالث المراكز معاني بشعار عبد الله بن سعد بن طالب ألف هيدا المري 6:23.50 جزءا من الثانية. رابع المراكز هقوة وحمد بن محمد بن حمد آل صافية المري. والمركز الخامس الشاهينية محمد بن حمد بن جابر الغفر.